أشاد عدد من النواب بتعديلات مشروع قانون المرور الجديد، مؤكدين أن تلك التعديلات مهمة وتنظم الواقع. النهاردة إحنا لما بنبص على قانون بيبتدي ينظم ده وبيضع ده في إطار، وإنه لائحة تنفيذية كمان هتوضح نوع المركبات اللي من حق هذا الشخص إنه يقودها، والتي ليس من ضمنها الثلاث عجلات اللي هي التوك توك، عشان هذا الجدل الذي حدث النهاردة في الجلسة. أعتقد إنه ده شيء إيجابي، لأنه بينقلنا لمرحلة تانية، في مرحلة مواجهة فجوة كانت موجودة داخل القانون. الحاجة التانية ان احنا طرح في اثناء النقاش في مسألة قانون الطفل، ما قانون الطفل السن فيه لا يتناسب مع هذا القانون، وهنا هيجرى تعديلات قادمة على قانون الطفل، واشار بالده مقرر اللجنة النهاردة، بحيث انه يمكن يتناسب القانون ده مع هذا القانون.